انا بس عايز اقول لكم حاجه على مينا اسكندريه. وافكر الناس بان احنا لما كنا بنيجي يعني نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا، كان منها مثلا مينا اسكندريه، وممكن اتكلم على مينا دمياط برضو. احنا ما كناش بنعمل مينا في ارض فاضيه، احنا كنا بنعمل مينا اهدرت حدودها وضاعت معالمها. انا بقول كده كلام يعني بالظبط كده. طيب انت شلت هنا خدت كم شقه في بشائر الخير عشان تفضي ايه؟ عشان افضي فن المنطقه اصلا دي ناجي عيس والالومنيوم دول 900 شقه عشان افضيهم من المكانين دول وانقلهم في بشائر الخير. بكام؟ بمليار جنيه فن. طيب الكلام ده بيتعمل في العريش دلوقتي؟ ايوه فن. انا بقول للناس اللي في مصر كلها تعرف احنا بدأنا نعمل حاجة مش في ظروف عادية خالص. لو قلت الكامل قول لي التاريخ بتاع مينا مثلا دمياط وحجم قضايا التحكيم اللي احنا دخلنا فيها نتيجة الأحداث بتاعة 2011، أنا بقول كلام معقول؟ تمام يا فندم. طب أنا بقول كده ليه؟ ما هنا في مستثمرين موجودين ما لهمش دعوة بالكلام ده خالص، مش كده يا كامل؟ ده صميم شغلهم يا فندم. يعني بقول لهم اللي احنا بصوا انتوا بتحطوا ايديكوا في ايدين دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا. على خريطة ايه؟ الدنيا. واللي بقوله ده اللي قبل كده اللي بيقول كامل من ايام سنين طويلة جدا الناس بنت ودخلت ده، الناس كانت باني عمارة جوه ومدرسة جوه المينا. سيادتك هتشوفها دلوقتي. ما انا عارف. انا بقول للناس الكلام ده بفكر ليه؟ لان كامل هيحاول بس عشان الوقت ما يبقاش كتير ان هو يتكلم على المستحدثات، لكن انا بيهمني اقول التاريخ. طب اقول التاريخ ليه؟ عشان تعرفوا ازاي لما رحت جرجوب انا ما شفتش ده ايه؟ ارض فاضيه. لما رحت برنيس ارض فاضيه، ما تعذبتش ولا صرفت اكتر من ان انا اعمل المنشأ نفسه. واصعب حاجه انك انت تخش على مكان حصل فيه يعني تشويه كبير قوي وفي تواجد لناس وانت مضطر انك انت تمشيهم، وعشان تمشيهم ما تظلمهمش تقوم تصرف كمان. عشان مينا اسكندريه يبقى مينا بالمستوى ده وكامل يقول يبقى هو دره مصر، احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا جدا انفقت عشان بس ان تسويه الموضوع. هو النهارده المنطقه اللوجستيه اللي كامل بيقول عليها دي منطقه سبخيه. ستك هتشوفها دلوقتي. حاضر. يعني انا مش هممني انتوا، ما لازم هتتعمل كده تمام، بس هتتعمل بكام عشان في الاخر وزير النقل يتكلم في محور لوجستي من السخنه لاسكندريه في تفاصيل كتيره جدا جدا جدا. يعني كامل ما اتكلمش مثلا على طريق السخنه اللي احنا بنعمله عشان يخدم على المينا، صح كده؟ تمام يا فندم. ده بكام ومساحته قد ايه وكام حاره وقد ايه؟ يا جماعه انا لما بكلمكم كده يا مصريين مش بكلم الناس بتوع النقل، فاهم يا حسن؟ انا بكلم الناس بتوع مصر تعرفوا يعني ايه دوله. الدوله مش اكل وشرب، الدوله مش اكل وشرب، الدولة حاجة تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه. وعشان كده باجي ايه اكتر في الكلام. اكتر ايه يا كامل؟ في الكلام. اتفضل. هم سيادتك قايلين نص ساعة، فانا ممكن اتكلم ساعتين ثلاثة بس قايلين نص ساعة.